والله هذا شوف ان هنا يعني هو هذه مو هذه الفقره شلون يعني تحسب هي من يا ساعه انتم تشتغلون هنا؟ من يا ساعه؟ من الستة لثلاثة. من الستة لثلاثة؟ اي تسع ساعات. تسع ساعات. واحنا طلاب يعني طلاب ثالث متوسط عندك ثاني متوسط ورابع اعدادي. مستمرين لو تاركين الدراسة؟ لا تركنا الدراسة ما نقدر نستمر ونطلع من الستة ثلاثة شنو؟ الله يسعدك. زين سولف لي على شغلك هناك انت شنو تسوي؟ والله تجمع تكبس تصفي شنو شغلك؟ نصفي مثلا ابيض بحدي بطل بحدي هيك شغلنا. كل منو لونه؟ ها والله ونثرمه هناك ثرامات هناك تثرم. اي متعب شغلكم؟ متعب حيل. بس هو مثل ما نقول ماكو بديل، ماكو فرصة عمل ثاني. ماكو شيء اسوي هاي شغلة، ماكو غيرها. زين ذني منين يجيكم؟ من اللي يجيب لكم اياهم ذني هناك؟ هاي الدوار جبهن. دوار يجيبون؟ اي. انتوا هناك تحولوهن؟ اي اي. يعني كل سنة نحولن، نحولن بسيارات كبار نوديهن. زين. والله. اكو معامل تجي تشتري من عندكم؟ اي مرات يجون هم الولد يشترون من يمنا، يجون سيارات صغار بس هم يحملون سيارات كبار. اي. والله ياخذون اللي غالي. ياخذون التركيا والله. الاربيل. زين. شلون شغلكم هنا؟ والله زين. متعب؟ اي بس الجو جو حار. جو حار. اي والله. اي. تعرف جو حار تعرف تعرف شمس. أي. والله. بس الشباب هنا الموجوده ما عندها غير مصدر رزق فهي مضطره هنا. اي صحيح. اي والله صحيح. اي والله صحيح. لو متوفر له غير شغل تبقى هنا؟ لا والله ما ابقى هنا صراحه ما ابقى. يعني شوف شكله وسخ وزباله ووسخه حلو وسخ مكان وسخ والله العظيم. ماذيكم هذا المكان؟ ها؟ ماذيكم هذا المكان يعني هذه مثلا الريحه يعني تونا نروح هذا الشغل مذبح اللي اشتغل هنا احنا.